كل ركن له طريقة في التعبد. فالطواف بالبيت يبدأ الإنسان بالحجر وينتهي إليه حتى يتم 7 أشواط يذكر الله عز وجل فيها. والسعي بين المروة يبدأ المؤمن بالصفاء وينتهي عند المروة، يشرع له الدعاء على الصفاء ويشرع له الدعاء على المروة ويذكر الله عز وجل فيما بينهما. في يوم عرفة أعظم مشروع أمران: ذكر الله ودعاؤه، ذكر الله ودعاؤه. والدعاء في يوم عرفة مظنة إجابة، لأن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف ملائكته. حج هذا العام 1435 نتحدث عنه الآن، ونحن اليوم في اليوم السابع عشر منه. غالب الظن أن الوقوف بعرفة سيكون يوم جمعة إن شاء الله تعالى. فإذا كان يوم جمعة فإن ذلك يعني أنها حج هذا العام يوافق الوقوف بعرفة ما وافق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة عرفت بحجة الوداع، وكان يوم عرفة حينها في زمنه في حجته صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة، ولم يصلي الجمعة وإنما صلى الظهر والعصر جمع تقديم حتى يتأتى له الدعاء. وبقى صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو كاستطعام المسكين، يناجي ربه ويسأله ويتضرع إليه. وورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ربما قيل في سنده شيء من الضعف، لكن عمل المسلمين عليه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يكثر المؤمن الحاج من ذكر الله عز وجل ويبتهل إليه ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قد يتعذر للإنسان على أن يبقى الوقت كله رافعا يديه، فلو فاوت فأحيانا يقرأ قرآنا، أحيانا يذكر الله يسبح، وأحيانا يدعو، وأحيانا ربما استراح قليلا لا حرج. لكن الأكمل كلما دنت ساعة الغروب يكثر من الدعاء، كلما دنت ساعة الغروب يكثر من الدعاء، فتوافق ساعة إجابة لأنها يوم جمعة، وتوافق أن يوم عرفة أصلا هو أعظم أيام الدنيا مظنة إجابة.